مساء الخير، حلقة الليلة كلها أخبار مشوقة وحصريات تتعرفون عليها لأول مرة ببرنامج ستارز أوني تي في. والبداية بالعناوين: شذى حسون ترد على رحمة رياض آني نجمة العراق الأولى. ماذا بين ريم الشريف ونور الزين؟ دريد لحامي خصنا رمضان مذبحة الدراما. ثروات النجوم بالأرقام وعشق الاستعراض. ناجي الأسطى يحتفل بزوجته ونادين الراسي حاضرة. خلاف أصالة نصري وشقيقتها. خاص ستارز أون يو تي في أسرار أغنية نانسي عجرم يكشفها أيمن قميحة. انطلاق حلقة الليلة من العراق ويا النجمة العراقية شذى حسون اللي شاغل الرأي العام بأكثر من موضوع وقضية، وبما أنها تزور العراق دائماً وتحرص بكل مناسبة أنها تتواجد ببلدها وبين شعبها، التقينا بيها على هامش الزيارة الحالية وسألناها عن سبب غيابها عن بغداد لفترة طويلة. كان زيارتي دائماً مكثفة، بس صارت موضوع الكورونا اللي شوي خلاني أبعد عن تواجدي وزيارتي لبغداد. وعن سبب هالزيارة قالت شذى: أعمال اللي عندي ولقاءات واجتماعات، أرتب موضوع البرنامج القثارة، جيت على مود أشوف بالضبط إمتى حيكون إن شاء الله تصويرنا القادم. عن مشروع تجاري بعيد عن الفن بدت بالعمل عليه ويهواية من النجوم اللي دائما يكون عندهم مشاريع تجارية بعيدة عن مشاريعهم الفنية. أهم يعني إذا أشتغل على أمور بزنس، يعني أكثر أمور بزنس ما دخلها بالفن هنا إن شاء الله ببغداد. مشروع كبير جدا فني، ممكن نقول عنه فني إعلامي، رح ينطلق قريبا جدا. بالتوفيق يا شذى. بس الموضوع اللي شغل الصحافة والسوشيال ميديا هالأيام خلافك ويا النجمة رحمة رياض على لقب نجمة العراق الأولى. رحمة رياض النجمة الأولى بالعراق اليوم ورقم صعب؟ يب يس أكيد. ليش؟ حلو تعطي كريدت لنفسك، تقول أني تهدي نفسك هذا الشيء. ليه دايما نريد نسمع من العالم؟ خلا سمع من نفسي أنا. يس هالجواب ما مر مرور الكرام عند شذى اللي رجعت نزلت على صفحتها بعد كم يوم من تصريح رحمة غلافها ويا مجلة بغداد العربية مع عنوان نجمة العراق الأولى، ووضعت بالتعليق رزمة الغمزة وهاشتاغ نمبر 1. ومن لحظتها بدت الصراعات بين جمهور النجمتين على منو هي نجمة العراق الأولى. شذى خصتنا بأول رد على هالموضوع، فشنو كان رأيها؟ شبيها نمبر 1. أنا أحب أستفز الجماهير وأحب أستفز الناس. في واحدة من المجلات حاطين شذى حسون نجمة العراق الأولى، وهي مو أول مرة، يعني هاي من صار 13 سنة هواية مجلات عربية من بداياتي هم دا يقولون نفس الموضوع. فلما شفت أنه أكو هواية يعني هيك جدال على الموضوع مع فنانات ثانيات فحطيت نمبر 1. وهل أنت يا شذى نجمة العراق الأولى؟ طبعاً بدون منازع. عندي تاريخ، عندي ألبومات، عندي مهرجانات كبار، عملت مع أهم الفنانين. يعني مو ناجحة بأغنية واحدة أو ناجحة بأغنيتين أو مسوية حفلة واحدة أو أعراس داتكتك كل يوم على مود هيجي أنا حكون ناجحة، أو لأنه في اليوتيوب عندي 90 مليون خلاص أنا أول واحدة. أكو فنانين عراقيين وغير عراقيين عندهم بليون في اليوتيوب، وإلى يومنا هذا ما معروفين عند الناس منو هم. يا شذى ما تشوفين أنه مشاهدات اليوتيوب مقياس لنجومية الفنان؟ ما أعتبرها مقياس أبداً، لأنه إذا إحنا نشوف النجوم الحقيقيين اليوم، إذا نشوف كاظم الساهر ممكن يجيب 10 مليون، ونشوف فنان ثاني ابتدى يجيب 100 مليون، منو النجم؟ كاظم الساهر أو هذا الفنان الجديد اللي طق بأغنية واحدة أو اثنين؟ ما نقدر، هذا تاريخ. مثلاً اليوم محمد عبده يعتبر من أهم الفنانين بالخليج، ما نقدر نقارنه بفنان نجح بأغنية أو أغنيتين، ما يصير، هذه مقارنة غير عادلة. ليش التوتر يا شذى بين نجمات العراق خصوصاً أنه عددكم قليل؟ ماكو توتر أبداً، أنا أتمنى لهم كلهم التوفيق وكلهم أصوات جميلة، سواء أصيل، سواء رحمة، سواء إسراء،
سواء دموع، يعني هاي أصوات جميلة جداً. المرحلة اللي أنا ابتديت فيها 2007 ما كانوا هواي فنانات معروفة عراقيات معروفات عربية، يعني ابتدت وياي من خلال فوزي بستار أكاديمي وصرت أغني وتواجدي بلبنان وصرت أغني بمهرجانات عربية، هذا اللي شوي صاروا يقولوا شذا عراقية. بعدين شاركوا البنات الثانيين، هم أصيل شاركت بألبوم، هم رحمة شاركت بستار أكاديمي وما فازت، بس بعدين بعد 10 سنوات لقدرت تسوي أغنية أغنيتين نجحت بيها. خلينا نطلع من هالموضوع يا شذا، منو تحبين من نجوم العراق وتحبين أنه يجمعكم عمل فني قريباً؟ أنا أحب جداً صوت ماجد المهندس، وأنا أعتبر الفنان ماجد المهندس هو عراقي عربي أنه معروف بكل الوطن العربي. بما أنه موضوع نجمة العراق الأولى أخذ جدل كبير، سألنا الإعلامية مهيرة عبد العزيز عن هالقصة، خصوصاً أنها صديقة شذا وبتجمعهم علاقة جيدة، فشنو كان رأيها؟ في الغناء والتمثيل دائماً لقب الأول أو النجم الأول أو النجمة الأولى بيخلق مشاكل. أعتقد كل واحدة نجمة بأسلوبها بطلتها بجمهور، كل واحدة عندها جماهيرية وعندها نجومية وعندها شعب وعندها يعني ناس محبين لها، فصعب تحددي الصراحة. أما ريم الشريف فكان رأيها مختلف عن مهيرة، وكان جوابها جريء جدا. ما بحب هيدول التسميات والمنافسات أبدا. بالنسبة لي رحمة رياض فنانة عم بتأبدع بكل عمل عم بتقدمه، وأنا عم بحب كل الأغاني تبعها، وأكتف على السوشيال ميديا وأكتف على بالأعراس وأكتف بالأغاني تبعها أكثر من الفنانة الثانية. بدي أقول لها برافو رحمة، كل التوفيق يا رب. مع بدأ عودة النشاط والحركة الفنية لبيروت بعد أزمة كورونا، قرر النجم ناجي القسطى أنه يفتتح منتجع سياحي خاص بمنطقة الكسليك شمال بيروت، ودعا عدد كبير من أصدقاء النجوم للحفل معلناً انطلاق موسم الصيف ببيروت، خطوة جريئة بخضم الأزمة الاقتصادية اللي زي مر بيها لبنان. هيدا المشروع ما في كتير ناس فاكرين وأنا رح كون عم غني فيه، هو لا كبزنس يعني يعتبر، هو أنا بأنتج لحالي، يعني أنا ما عندي شركة إنتاج، عطول البزنس تبعي هو بيأمن لي، أنا من خلاله أنتج لألي، يعني شغلي يأمن لي إنتاجي. وناجي مو بس بزنس مان شاطر، فهو زوج رومانسي. مش كتير رومانسي أبداً، بس وما كتير يعني، لا أنا بحب عم بحكي عنك. بلشنا جامعة بعشر أشخاص وصرنا أنه 20-30-40، وحبينا أنه هيك وركبت. ناجي استغل مناسبة افتتاح غايا ببيروت واحتفل بعيد ميلاد زوجته ديانا بطريقة رومانسية وأوريجينال. أنا وديانا بنعتبر من أطول العلاقات، أنا وياه كنا من المدرسة مع بعض، يعني نحن وصغار حتى تجوزنا صغار. وهيجي كانت أجواء الاحتفال. ديانا زوجة ناجي فكان رأيها مختلف بالكلام اللي قاله. هو بيظهر مش رومانسي بس بالعكس ما كتير بيعبر، بس مبلا رومانسي. أنا وناجي لنا 20 سنة مع بعض، يعني من أيام المدرسة حلمنا من إحنا وصغار بكل شيء، يعني كل شيء هو بيعني له أنا بيعني له، فبالفن بالبزنس حده يعني للآخر. وطبعا كانت فرحة ناجي كبيرة بحضور النجوم وأهل الإعلام لمشاركة الحدث، اهتم بكل التفاصيل بنفسه واستقبل الكل. عطول أنا مجموع مع ناس، يعني رفق الدرب ورفق النجاح أنا وياهم، كان هشام بولوس، منير بوعسيف، مازن ظاهر. نادين الراسي كانت أبرز الحاضرين رغم غيابا مؤخرا عن مشاركتها بالمناسبات العامة. الظروف اللي عم نقطع فيها لقي ناجي عم يعمل هيدا الشيء بيعطيني إلي قوة إنه ما بيخلينا نضعف، بقى بقوله ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق. هو يتواجد وهمين من بيناتهم صديق ناجي الشاعر منير بوعساف. خطوة حلوة عم بيعملها إنه بعد كل هالتسكير اللي صار بكورونا رجعت الناس هيك عندها شوية أمل تاخد نفس، إن شاء الله يا رب مثل ما نجح بالفن بينجح بالبزنس. وصديق المقرب الملحن هشام بولوس. عن جد يعني ريسبكت لأفرت كل شخص عم بيحاول يعمل شيء بهالظروف الصعبة وبهالأزمة الرديئة. أما المايسترو إليل عليا فحب يوجه رسالة لناجي. فعلا بده قلب قوي بهالمرحلة اللي مرقين فيها،
ولكن نحن كلنا أمل ودايماً ويمكن الأمل اللي مبقينا لبنان ما بيسحق إلا هذا الجو. قبل ما نترك المناسبة سألنا ناجي عن نشاطاته بالعراق فحجانا أنه عنده زيارة قريبة الأربيل إن شاء الله بآخر شهر جون رح يكون بأربيل بحفلة كمان رح تكون كتير كبيرة. بعتقد شبعنا كان من الشعب العراقي أو الشعب اللبناني وبنشبه كتير بعضنا بكل حتى بالعادات حتى لما يصير لي مشكلة هونيك بيصير عنا فقريب الفرج كان من عنا ولا عندهم إن شاء الله يا رب. إلى بيروت اللي رافقنا بها ريم الشريف إلى الاستوديو خصوصا لما عرفنا أنها انتهت من التحضيرات لأغنية جديدة من ألحان النجم العراقي نور الزين. اسمها طمني عنك حب، كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين مثل ما ذكرنا، وتوزيع المبدع عمر صبار، من إخراج فادي حداد. وللمرة الثانية بيجمعنا التعاون بعد أم وأفيا بيروت، كمان نفس شركة الإنتاج اللي هي لايف ستايل ستوديوز، وجه لهم كل الحب والاحترام. ليش اختاريتي ريم تقدمي أغنية عراقية عن جديد؟ هيدي تاني أغنية، أول أغنية كانت أنا حرة من ألحان بسام مهدي، وأنا أحب العراق كلش. كمان في كتير ناس أشادوا بأنه الشجن اللي موجود بصوتي كتير لبقى للهجة العراقية. أنا حرة بكيفي أنا، إي نعم إي حبي الثاني. عن تعاونها مع نور الزين كشفت لنا ريم سر هالعمل. أنا سمعتها عند عمر صباغ وكانت الأغنية كتير حلوة، وأكيد أنه بلس أنه ألحان نور الزين يعني هذا شيء إضافة كتير حلوة للأغنية، لأنه فنان هو رائع وأغانية رائعة. معقولة يا ريم نشوفكم سوا بديو؟ ما فكرت بالفكرة، يعني ما اقترحت الفكرة أنا ولا حكينا فيها، بس أنه ما بالمبدأ ما عندي مشكل، بالعكس هذا الشيء بيشرفني. طيب بما أنه جوابش دبلوماسي يا ريم، مع مين من نجوم العراق ممكن نشوفش بديو قريبا؟ شو صعب السؤال، يعني التوب اوف ذا توب أجان بيشرفني التعاون مع أي اسم من هالأسماء. ما معقولة نكون وياك ريم وما نطلب منش نسمع أغنية عراقية. تدرون ايش قال لي أنا اختلف عن اللي شفتهم حال، أنا عنهم غير بيا كل الخير. لكل الحبايب في العراق الحبيب أنا بحبكم كتير، إن شاء الله يا رب يعم السلام على بلد العراق الحبيب والفرح والمحبة، وعلى أمل نلتقى قريبا. رمضان هو مذبحة للدراما. وهذه الكلمات قرر الكبير دريد لحام وصف حالة الدراما في رمضان. الواحد لازم ما ينام ولا يروح عن شغله ولا يأكل ولا يشرب ليلحق يشوف كل هذه المسلسلات. وطالب المنتجين بالإنتاج خارج رمضان وعدم الاكتفاء بالأعمال الرمضانية فقط. السنة فيها 12 شهر، ما بصير تشتغلوا بس مشان الشهر، في زحمة إعلانات مو طبيعية كلها تحشر في رمضان. عن الانتقادات اللي طالت مسلسل الكندوش اللي كتبه صديقه حسام تحسين. ما شفته ما بقدر أحكي عنه، أنا مشاهد مش ناقد لحتى أقول رأي سلبي هنا ورأي إيجابي هناك. بهمني كتير أنه ينجح الكندوش، وخاصة أنه هو من كتابة زميل عزيز على قلبي حسام تحسين بك. وكنا نعرف انه علاقته جيده بالممثله كندا حنا، لهالسبب سالناه عن الهجوم عليها بسبب حجم دورها الصغير بالكندوش. بجوز كندا اضطرت، ما بعرف شو ظروفها. انا ما بعتبر انه النجوميه هي عدد صفحات او عدد مشاهد، بجوز نجم يطلع بمشهد واحد يؤدي بشكل ملفت للغايه. وتعليقا على اعمال البيئه الشاميه والانتقادات اللي طالت هذه النوعيه من الاعمال. ويبدا السحر بالديكور، ففي سحر البصري زائد يعني شخصيات على الغالب بتكون قريبه للقلب، لكن الشيء اللي نعرفه ما كان موجود. يعني بنشوف الشباب حاطين خنجر، عمري ما شفت خنجر في البيئة الشامية اللي عشتها لما كنت طفل، منين جابوه مبارك. واعتبر دريد لحام انه بعض الاعمال اساءت للمرأة عموما وهمشتها. بيحاولوا يرجوا المرأة انه المستكينة اللي بتاكل قتلة من جوزها وبتقول له امرك سيدي، هذا غلط كبير الحقيقة واجحاف بحق المرأة. كل سنة
إلى جانب النجاح الفني لكل ممثلة أو مطربة يكون الستايل والإطلالة والأناقة جزء من نجاح الفنان وعمله. والسنة كانت الممثلة اللبنانية ماجي بغصن حديث الناس بلوك شخصية سحر بمسلسل للموت اللي انعرض خلال شهر رمضان الفائت بالشعر الأسود الطويل الويفي والمجعد. وهاللوك اعتمدوه هواية من محبي ماجي، وشفنا صور وفيديوهات لشابات يقلدون لوك سحر. ورغم أنه ماجي اختارت التسريحة ويا مخرج مسلسلها فيليب أسمر، إلا أنه مصفف الشعر ميشيل ليون هو اللي نفذ لها الإطلالة، وعن هالشي سألناه وقال: طبعاً بالاشتراك مع النجمة الكاتب والمخرج منكون شخصية، منقدر نلاقي اللوك اللي بيتلائم معها وبينطبع بهيدي الشخصية. مو بس الصبايا يا ميشيل اعتمدوا نفس اللوك، حتى النجمات. فشفنا غادة عبد الرازق بوحدة من الإطلالاتها بمسلسل لحم غزال بشعر طويل أسود ويفي، وهواية شبهوها بلوك ماجي لشخصية سحر. همينا شفنا مؤخراً دينا الشربيني بنفس اللوك بس بلون شعر مختلف بصورة نشرتها تخلى شمعون وياها من كواليس مسلسلهم اللي دا يصوروه حالياً بعنوان الزيارة. ويبدو أنه هالتصريحة صارت موضة صيف 2021، وهالشي أكد عليه ميشيل. سحر فعلاً كانت مثل السحر، بلوجرز، فاشينيستاز، ممثلات، مشاهير من العالم عم يعتمدوا هيدا اللوك، واسألوني لقالي قدي أنا بمحلي عم بنسأل عنه. ماكو شك إنه الجمهور يحب يتعرف على حياة النجوم الخاصة، يعرف أماكن سكنهم، ممتلكاتهم، مجوهراتهم واللايف ستايل اللي دا يعيشوه. لكن بعض النجوم يغضون فضول الناس ويستعرضون ممتلكاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويثيرون الجدل بثرائهم والحياة اللوكجري اللي عايشينها. وأولهم النمبر 1 محمد رمضان اللي ينشر صور هواية من داخل طياراته الخاصة أو من داخل منزله ويستعرض سياراته الفارهة وحياته اللي تحولت لحياة فنان ثري جدا. محمد يثير الجدل بفيديوهات الفلوس وعرض الممتلكات خصوصا السيارات، ودائما يتصور داخل أو أمام سيارات ثمينة جدا تقدر ثمن الواحدة منهم على الأقل بنصف مليون دولار، وبيوصل ثمن بعضها لاثنين أو ثلاثة مليون دولار. مو بس محمد، ياسمين صبري همينة تنشر صور هواية من داخل طياراتها الخاصة وتستعرض عبر صفحتها الرفاهية اللي عايشة بيها. مايا دياب همينة أثارت الجدل مؤخراً بصورة من أمام سيارة غالية الثمن، وهواية أكدوا أنه سعر هالسيارة يوصل لمليون ونص إلى مليونين دولار، بس ما نعرف إذا كانت هالسيارة ملكها أو لا. بعدها بأيام نشرت هيفاء وهبي صورة من سيارتها الحمراء اللي تقدر همينة ثمنها من نصف مليون دولار، ولفتت الأنظار لحياة الرفاهية اللي عاشتها. هالشي ذكرنا بمريان فارس اللي دائما تنشر صور لبراندز تشتريهم ومجوهراتها وممتلكاتها، وكنا نتذكر صورة خاتم زواجها السوليتير اللي أثار ضجة كبيرة. أما أحلام فهي من النجمات اللي دائماً يرتبط اسمها بالثراء والمجوهرات والاستعراض، وهالشي علقت عليه سابقاً بلقاء تلفزيوني. أحلام لابسة مدري إيش، أحلام لابسة جولري، على أساس أني أنا لازم ما ألبس ألبس مثلاً خيشة وأقعد عشان هم يرضون. كل هالكلام مطروح إعلامياً ويثير فضول الناس، والكل يسأل كم تبلغ ثروات النجوم. هالأرقام المنشورة غير دقيقة وما حد يعرف صحتها، واللي ينقال إنه ثروات بعض النجوم تخطت 100 مليون دولار، منهم محمد عبده، أحلام، عمرو دياب، عادل إمام، وبعضهم ثرواتهم بين 30 و50 مليون دولار، منهم إليسا، نجوى كرم، مريم فارس، أصالة، ناتي عجرم وغيرهم. أما بخصوص نجوم العراق فيقال أنه ثروة ماجد المهندس تخطت 100 مليون، كاظم الساهر 60 مليون دولار، سيف نبيل 10 مليون، شذا حسون 10 مليون، رحمة رياض 5 مليون دولار. كل هالأرقام غير دقيقة بس هي مطروحة، ويبقى الفنان هو اللي قرر يعرض ممتلكاته وحياته للناس أو يضمها ويحتفظ بيها لنفسه. هالاسبوع الأخبار الفنية من داخل العراق وخارجه هواي. نبدأ بالخبر الأول مع الفنان العراقي ماهر أحمد اللي اجتمع بالفنانة السورية هالة القصير بجلسة غناء في بغداد، ونشر من هالجلسة فيديو إلهم مع بعض وهم يغنون أغنية الأسامي.
بتغيري. الله. والكل أشاد بصوت ماهر وهالة وطالبوهم بديو يجمعهم قريبا باللهجة العراقية. وكان كتب ماهر جوا الفيديو تعليق قال بي صوت مميز وراقي الفنانة هالة القصير. فردت هي بدورها وكتبت والله أنت الذوق والفن والأخلاق، أنا من عشاق صوتك وشرف إلي الغناء معك. فهل راح نشوفهم فيديو قريبا؟ من العراق للسعودية مع النجم العراقي ماجد المهندس اللي أشعل ليالي الرياض بحفلته الأخيرة اللي طل بيها بالزي الخليجي اللي اعتمده في حفلاته في الخليج، وأدى ماجد مجموعة من أجمل أغنياته. شاركت الحفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم اللي تصدرت لترند في لبنان، وكانت حديث الناس بصوتها وإحساسها وسلطنتها وهدوها اللي لفت الأنظار. وارتدت نجوى فستان أخضر من تصميم نجا سعادة، وكان اختيارها للون الأخضر ذكي جدا كرسالة حب منها للسعوديين. احتفل أصدقاء المخرج العراقي فهد الخالد بعيد ميلاده في بيروت، حيث فاجأوه بدعوة من ربيع الحافظ في أحد مطاعم بيروت، وحضر الدعوة النجم بسام مهدي، ستار سعد، لمى شريف، والإعلامي عمر أمير، ومجموعة من أصدقاء المقربين، وتمنوا إلى دوام الصحة والنجاح. تابعين بأخبارنا وهالمرة من بيروت. فأصالة نصري اللي زارت لبنان قبل كم يوم لتشارك بحفل زفاف صديقتها الإعلامية جيسيكا عازار، تواجه مشكلة كبيرة مع شقيقتها الفنانة المبتعدة عن الأضواء ريم نصري. وبالوقت اللي كانت بيه أصالة تغني لجيسيكا بعرسها، نشرت ريم على حسابها الخاص على انستغرام رسالة مدوية لأصالة قالت بيها: زمن دي ان اي الماديات والكذب والنفاق والتملق، زمن وسخ بيه الإنسان يطلع من جلده ومن دمه ويغيره حسب مصالحه وصورته الشيطانية اللي تظهر بهيئة ملاك. وختمة البوست: زمن كذاب وحياة بشعة وسخيفة بتلبقلي. الكلام الكل شك بيه، خصوصا انه ريم تصالحت مع أصالة قبل 5 سنوات بعد خلاف طويل حساب مو حساب ريم، بينما الحقيقة انه هالحساب هو فعلا حسابها الخاص مو العام، وانه أنس نصر شقيق أصالة وريم لاحقها عليها وللحظة ما شال الفولو. ومعلومات ستارز اون يو تي في اكدت انه ريم نشرت الحساب لانها زعلانة من أصالة هواي، خصوصا انها تزوجت من حوالي 5 اشهر ببيروت، وبقتها أصالة اعتذرت عن الحضور، وحتى ما باركت الأختها على صفحاتها الخاصة مثل ما تسوي مع هواي، بس اكتفت بتعليق كتبته تحت الصورة ريم بالفستان الأبيض، وقالت بي الله يسعدك ويعطيك كل الخير. لكن ريم ما ردت على التعليق بأي تعليق، ومن وقتها العلاقة متوترة. لكن اللي فجر الموضوع انه أصالة حضرت عرس جيسيكا وباركت لها وغنت لها همين. فهل راح نشهد صراع جديد بين الأختين؟ ونبقى مع أصالة اللي انتشر لها قبل أيام صورة غلاف مركبة سواها أحد المعجبين بيها، والصورة سوت جدل كبير وهواي صدقوا أنها فعلا صورة غلاف أصالة الجديد، حتى يتبين لاحقا أنها تصميم من محب فقط لا غير، رغم أن الصورة مميزة وجديدة وصادمة. على سيرة الصور، نشرت النجمة أليسا صورة جديدة إلها أثارت ضجة كبيرة، خصوصا أنه أليسا طلت بلوك جديد واضح أنها متغيرة هواي بدون مكياج فريش وأصغر ب20 سنة. وهالصورة أكدت معلومات صحفية تحدثت قبل فترة عن إجراء أليسا عملية شد كامل للوجه، فشنو صحة هالخبر؟ ونبقى ببيروت وهالمرة مع الفنان جوزيف عطية اللي أطلق أغنية جديدة بعنوان حلوين بالاشتراك مع دي جي رودز، وتصدرت الأغنية ترند رقم 12 وحققت 500,000 مشاهدة خلال يومين. الملفت ان الجمهور شبه الاغنية الجديدة باغنيات عمرو دياب، خصوصا ان ملحن الاغنية هو محمد يحيى اللي سبق وتعاون هواي مع عمرو دياب، واخر اغنياته وياه كانت يا انا يا جوزيف وعمرو دياب، ما كانت بس بالاغنية همين بطريقة الغناء وحتى اللوك. فجوزيف اطل مؤخرا بشعر اشقر تماما مثل اللوك اللي اعتمده مؤخرا عمرو دياب. فهل تقصد جوزيف تقليد عمرو دياب؟
أما ختام التقرير فمن مصر، فبعد نجاح إعلان فيلم النجم تامر حسني الجديد مش أنا اللي راح يصدر في صالات السينما ابتداء من 23/6، إلا أنه دا يواجه انتقادات واسعة بسبب اتهام تامر بسرقة بوستر فيلم الجديد من بوستر فيلم Me, Myself and Irene. وهالشي ذكرنا باتهامه سابقا بسرقة بوستر فيلم أهواك من بوستر فيلم مامية. وهالحادثة مو أول مرة تواجه تامر، لكن دائما يرد بالصمت وما يعلق. ثاني أغنية اختارت تصدرها النجمة نانسي عجرم من ألبومها الجديد هي أغنية مشكلتك الوحيدة اللي تعاونت فيها مع الملحن أيمن قميحة والشاعر علي المولى. الأغنية تصدرت ترند رقم واحد بأكثر من دولة عربية وحققت مليونها الأول خلال 3 أيام من صدورها. وحتى نعرف أسرار هذا التعاون التقينا بالملحن والفنان أيمن قميحة، وأول سؤال كان عن ردة فعل نانسي لما سمعت الأغنية أول مرة. أكيد حبت الفكرة، فيها جرأة، فيها قوة، حبت انه في شيء جديد بالغنيه. وعن كواليس تسجيل مشكلتك الوحيده اللي قدر يحكي لنا عنها ايمن. كنت موجود، ونانسي من الاشخاص اللي بيحبوا الملحن يكون موجود معهم، لانه هي بتعتبر انه الملحن عنده روح حلوه، بنتشاور بطريقه المغنى، اذا في لحن هون في شيء ما حبيناه ما حبته. وطبعا ما نقدر ما نسمع الاغنيه بصوتك يا ايمن، خصوصا انه مشروع الغناء عندك جدي جدا. انا مشكلتك الوحيده اللي مستحيل تنحل من هلأ لآخر عمرك، عقلبك قاعدي رح أضل. بما أنه صوتك حلو، بما أنه عرفنا أنك جاي تحضر لأغنية جديدة خاصة بيك بعنوان ما أجملك، صار لازم تحكي لنا عنها. الأحساس اللي بعيشه معك أكبر من أحساس بعيون. حضرت أغنية، صورتها كليب، خلصناها بالمبدأ لازم من هلأ لشهر تكون نازلة. أغنية صيفية، أغنية فيها بوزيتيف، ستيل جديد، يعني شعبي بالنسبة إلي، لأنه أنا يمكن مصنف كثير كلاسيك. بالعودة للتلحين، أكو تعاون جديد مع النجم فضل شاكر من بعد آخر تعاون ناجح جدا بعنوان وينك حبيب. ذكرني ولا نسيت مين أنا وش حكيت؟ مع الفنان فضل شاكر في عندي أغنية رح تنزل إن شاء الله قريبا، بضل فضل اللي عرفتوه نفس الشي، بس عاملين شيء شوي حلو. في تعاون هو التاني مع نانسي نصر الله، هلأ في غنية غريبة من نوعها شوي، في تعاون مع أيمن زبيب. وعن الفن العراقي، عبر أيمن عن حبه للأغنية العراقية اللي جاي تحقق نجاح عربي كبير. أغلب المقامات الموسيقية خلقت بهذا البلد يعني، والفن التراث نحن أغلب الأشياء تعلمناها من العراق صراحة. وهالفترة عم بيكون كتير متداول، عم بيكون سلس، يعني تنزل غنية يوم يومين تحفظ اللهجة، وهذا شيء كتير منيح. برافو للفنانين العراقيين، عم بيقربونا من الثقافة طبعاً. أيمن، همين راح نشوفك جاي تتعاون مع نجوم عراقيين قريباً؟ بحب سيف نبيل، بحب رحمة رياض صوتها بعقد، هو الفنانين اللي أنا هلأ حابب أتعاون معهم. بس أكيد بحب كتير فنانين عراقية، أولاً حاتم العراقي، قازم الساهر، ماجد المهندس، أصوات يعني نحنا صراحة تربينا على أغانيهم. وبهاي الأخبار نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. الحلقة الجاية بها هواي من المفاجآت، انتظرونا على يوتيوب.